زي ما قلت لحضرتك الترميم اللي شفناه والله يا سيادة الوزير. ايوه قديما أيوة. كان موجود، كان في جبس وفي اسمنت، دلوقتي ما بقاش مستخدم. اذا لما بنيجي عشان كده كان في ناس بتقوم مطلعه الحاجات اللي مترممه قديما في الخمسينات والثلاثينات، ويقول لي شوف انتم مرممين بالاسمنت. قلت له ايوه ده وقتها كان متاح، دلوقتي غير موجود. في ادوات للترميم خلصت طبعا انتهت. طبعا لكن لما اجي ما دينهاش في الوقت ده، وقتها ده اللي كان موجود وكان متاح، بتدي نفس النتيجه يا فندم، وكان بتدي نفس النتيجه، بس مع الوقت بتعمل ليها تاثير سلبي على الاثر. دلوقتي بقى في ماده بتدي لون الاسمنت، بس مش اسمنت، انا مش فاكر للاسف اسمها العلمي. ودي بتستخدم حاليا. فالناس ده لا يا حبيبي مش مستخدم اسمنت، ده مستخدم مواد معينه وليها مواد مخصوصه في الترميم دلوقتي، وفي حرفيه في الترميم دلوقتي. ما تجيبش حاجه تمت من 10 سنين او من 20 سنه او من 30 سنه، الترميم متغير كل سنه في جديد عشان الادوات نفسها متغيره، الادوات اتغيرت والتقنيه اتغيرت، في شغل جديد. ايوه قبل ما ادخل، لانه ده ملف هيبقى كبير، مساله الحضاره المصريه والتواصل الحضاري، هل مساله الترميم فيها تطور ومساله النقل ايضا فيها تطور؟ طبعا النقل طبعا. اولا في نقل حرفي جدا، لكن للاسف كان في فتره فاتت كانوا بيجيبوا صور غريبه في التواصل الاجتماعي، يعني مثلا كان في صوره لعربيه محطوط عليها حاجات لاثار توت عنخ امون. مش اثار توت عنخ امون، دي نماذج اثريه. نماذج الاثار موجوده في المتحف. أيوه. وطلعوا ان دوت عمليه نقل خاطئه. طبعا لو اثر تبقى كارثه، لكن مش ده واحد عامل نماذج ونقلها، يعني ما تتاخدش. اذا ناخد بالنا. وبعدين اولا ده في النقل نفسه حرفي، كيفيه التغليف وكيفية النقل. يعني عشان ينقل لازم يغلف. ما زالت الخبرة موجودة. دي عندنا موجودة موجودة وبتقنية عالية جدا. تقنية عالية. تشوفي حضرتك اللي روح المتحف، يعني لو حضرتك عاوزة تشوفي ده بعينيكي، روح المتحف المصري الكبير وشوفيهم وهم بيفكوا تغليف جاي، أو روحي معاهم وهم بينقلوا، هتشوفهم بيغلفوا ازاي وبينقلوا ازاي وبيفضوا ازاي في المتحف. اللي موجود على التواصل الاجتماعي ده تقليد. الصورة دي كانت تقليدة. انا فاكر الصور دي كانت ناس بتقلد وبتنقلها بطريقتها بقى. وحصل هجوم على اعتبار انها حقيقيه. وهي مش حقيقيه. مش حقيقيه لا. هي التقليد. تقليد. ايوه. الحضاره المصريه والتواصل الحضاري. تمام. هل الحضاره المصريه فيها مناطق ضعف، مناطق قوه، مناطق سلبيه، مناطق ايجابيه؟ الحضاره المصريه اكثر حضاره في العالم، التاريخ المصري اكثر تاريخ في العالم مر بفترات قوه، واكثر تاريخ في العالم مر بفترات ضعف. يعني بحكم ايه يا دكتور؟ بحكم التتابع التاريخي. يعني انا هقول لحضرتك مثلا في العصر الفرعوني نفسه، احنا كان عندنا بدانا بعصر القوه، عصر بناه الاهرام. ايوه طبعا، هرم خوف وخفرع وهرم سنيفر وهرم زوسر، يعني عصر العظمه دي كلها. في نهايه عصر الدوله القديمه اللي هو عصر بناه الاهرام، اللي هو من اسره 3 ل 6، ايوه، بدا يظهر الضعف مع طول حكم الملك بيبي الثاني اللي حكم 94 سنه. بدات الدوله تضعف، وبعدين دخلنا في عصر بنسميه عصر الانهيار الاول. في العصر الانهيار الاول ده تقريبا بنعيش زي ما احنا انهيار الحضاري، انهيار حضاري تام. وفي برديه كان من سنه كام لسنه كام؟ حوالي 2300 قبل الميلاد، واستمرت حوالي 150 سنه الفتره دي. 150 سنه من الانهيار الحضاري عشناها. الفتره دي لما بنيجي نتكلم عنها، في برديه لواحد اسمه ايبو وير. ايبو وير ده سجل في البرديه مظاهر الفتره دي، هتشوفيها حضرتك تستغربي تماما. البلاد انهارت، زادت المحسوبية، زادت الرشوة والسرقات، الإنسان أصبح لا يأمن على نفسه، الفلاح يذهب إلى حقله ومعه درعه واخد سلاح يحميه. خايف. مرحلة غابة. فاكرة بعد 25 يوم مش كان كل واحد ماشي خايف ماسك حاجة تحميه؟ صحيح. أصبحت الإماء سيدات. واصبحت النبيلات لا تجدن ما تلبسه من حلي ولا تجدن ما تاكله. الاسياد راحت هيبتهم. اين وضع الدوله؟ اين العداله الاجتماعيه؟ اين الخبز؟ مش ده اللي احنا كنا بنطلب؟ ده موجود ومتسجل هكذا في برديه ايبو وير من حوالي 2300 قبل الميلاد. بس قعد فتره طويله. قعد فتره طويله 150 سنه. بعد منها شيء مرعب. دخلنا عصر الدوله الوسطى، ملك منتوحوت بن بحبترا، وبعد كده نمحات وسنوسرت، ووصلنا الى قمه الازدهار مره اخرى والرقي الاقتصادي، وخاصه الاقتصاد الزراعي. القنوات والترع والسدود والفيوم دي كانت السلام. قوه.